وابقى في نفس الموضوع في عجاله، بروح للعاصمه الاردنيه عمان عبر سكايب او هاتفيا مع الاستاذ محمد مقدادي الخبير التكنولوجي. استاذ محمد مساء الخير، كيف يتفاعل ما اعلنه ايلون ماسك يوم الجمعه الماضي؟ مرحبا، اول شيء مساء الخير. صراحة لما نيجي نحكي عن الرصافة النيورال لينك، فإحنا نحكي عن موضوع ممكن يكون ثورة في عالم التكنولوجيا. شاهدناه في العديد من الأفلام الخاصة بالخيال العلمي، ولكن صراحة إن نشوفه بالحياة الواقع فهي تعتبر ثورة في عالم التكنولوجيا، وخصوصا للناس اللي في عندها ديسابيليتيز، إحنا بنسميها الناس اللي هي في عندها احتياجات خاصة، مثلا ما بيقدروا يحركوا ايديهم او ما بيقدروا يوصلوا للامور اللي بدهم اياها. فتخيل انه هذا الانسان يصير عنده القدره على التحكم، يشغل التلفزيون او يجيب السياره تبعيته او يتحكم بالامور الفيزيكلي موجوده قدامه ماديا من خلال التفكير فقط. يعني طبعا هذا خيال علمي، يمكن ده بيفكرنا بمسلسل بريطاني شهير اللي هو بلاك ميرور او المراه السوداء. صحيح. وشفنا انه فعلا مساله يعني مجرد التفكير في شيء وتنفيذه الى اي مدى انه هذا يعني يشكل حتى خروجا عن مش بس المالوف ولكن ايضا عن المنطق المعروف لنا. طبعا طبعا احنا زي ما بنعرف انه يعني هو الشيء طبق امام الصحافه وفي المؤتمر على فيج خنزير، وكان انه كانوا عارفين اللي هو الذبذبات الموجوده في الدماغ في حاسه الشم خصوصا، فانه كان الخنزير كل ما يستخدم حاسه الشم كان يطلع عندهم انه هسه استخدم حاسه الشم، وممكن يقدروا يتحكموا بوظائف بحيث انه لما يستخدم مثلا شغله معينه او في حال هو فكر بشغله معينه يستخدموا هاي الذبذبات لما تقراها الرقاقه بانها تنفذ امر معين. وهذا الشيء صراحه يعني طبق، ويعني الموضوع ممكن يكون اذا استخدم في الطريقه الصحيحه ممكن تكون هاي الثوره يعني خلاص للعديد من الناس اللي بتعاني من احتياجات خاصه، ولكن ان طبق بطريقه خاطئه فهو ممكن يكون يعني هلاك لشخصيات البشريه، بحيث انه انت الحريه انتهت بالنسبه لك كشخص وصار بامكانه اي انسان يتحكم فيك. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مقدادي الخبير التكنولوجي، كنت معنا من العاصمة الأردنية.